أوكي، بيبدأ الفيلم مع كارثة جديدة بتقابلها مدينة جوثم، وباتمان بيجهز نفسه لمحاربتها والوقوف ضدها. هارفي الشرير الجديد بيحتجز الضابط في البنك وبيستنى باتمان لما يوصل عشان مجهز له كمين عشان يقتله. بيوصل باتمان وبيقابل المحقق جوردن والدكتورة النفسية تشيس اللي جاية تساعد الشرطة وتحلل تصرفات المجرمين، وبيبقى من الواضح ان باتمان يعرفها كويس. وبيطلع باتمان للبنك عن طريق الأسانسير، واول ما بيوصل بتضرب الباب عصابة هارفي وبيفتكروا انهم قتلوه، لكنه بيظهر لهم وبيبدأ الضرب فيهم وبيكهربهم وبيخلص عليهم بسهولة. وأول ما بيجري على هارفي بيلاقي الشرطي جوه الخزنة، ولما بيخش عشان ينقذه بيتقفل الباب عليه وبيسحب هارفي الخزنة في الجو بالهليكوبتر، وبيخطف باتمان وكمان بيفتح عليهم خزان من مادة سائلة لو أي حد وقع فيها هيموت في لحظة، ولكن باتمان بيقدر بسرعة يفتح الخزنة من جوه وبيهرب وبيفك الخزنة وبيرجعها هي والشرطي لمكانهم تاني جوه البنك، وبيفضل متعلق في الهليكوبتر عشان عايز يقبض على هارفي اللي أول ما بيفتكر إنه خلص على باتمان بيظهر له من تاني. وبتحصل معركة بينهم، بس هارفي بيقدر يوجه الهليكوبتر انها تخبط في تمثال الحرية وبيهرب، وباتمان ما بيقدرش يوقفها وبيهرب هو كمان في اخر لحظة قبل الانفجار. بعدين بنروح لزيارة لبروس للمختبرات التابعة ليه، وبيقابل هناك ادوارد. ده مخترع بس مجنون وبيحب بروس جدا، وبيوريله اختراعه الجديد، جهاز غريب يقدر من خلاله يبعت اشارات للمخ مباشرة ويلعب في التفكير، ويقدر يبص من خلاله اشارات التلفزيون العقل. بس بروس بيرفض الاختراع ده لخطورته على البشر، وساعتها بينهار ادوارد وبيتعصب جدا من بروس وبيبقى عايز ينتقم منه. في الوقت ده بتيجي اشاره لباتمان ان في خطر في المدينه، بس اول ما بيوصل لمكان الاشاره بيلاقي هناك دكتور تشيس، وهي اللي جابته عشان معجبه بيه وعايزه تقرب منه وبتحبه. وقبل ما تاخد فرصتها معاه بيظهر المحقق جوردن، فبيسيبهم باتمان وبيمشي. وفي مختبرات بروس ادوارد بيبقى شغال على اختراعه وعايز يخلصه بسرعه، بس ساعتها بيخش عليه مدير المختبر، وقبل ما يبلغ عنه بيضربوا ادوارد وبيربطه وبيركب في دماغه الجهاز اللي اخترعه، وبيقدر يبعت اشارات لمخ المدير وبيفرجه على اسماك، بس الجهاز بيبقى وراه سر تاني وانه بيسحب الذكاء واسرار الشخص اللي قدامه وبيبعتها لجهاز تاني مع ادوارد وبتخش جوه عقله، وساعتها بيتحول ادوارد لشخص اذكى وبيعجب جدا بنفسه واختراعه الخطير وبيكمل في سحب ذكاء المدير. واول ما بيفوق المدير بيبقى عايز يبلغ عن ادوارد ويسجنه، بس ادوارد ما بيبقاش خايف وبيفضل يتريق عليه، وبياخد المدير وبيرميه من المبنى وبيسيبه يقع وبيموت. ولما بتوصل الشرطه للمختبر ادوارد بيمثل عليهم انه متاثر وان المدير كان قدوه بالنسبه له وانه كان زي ابوه، ولما بتتفرج الشرطة على شرايط المراقبة بتلاقي فيديو غريب وان المدير انتحر فعلا، وكمان بتلاقي جواب انتحار. بيستغرب بروس لما بيلاقي جواب على مكتبه جواه لغز وما بيبقاش عارف مين اللي بعته. بيكمل ادوارد في بيته وعمل لغز جديد لبروس وبيوصله بنفسه للقصر. بيروح بروس لشقة تشيس وبيكسر الباب بالغلط وبيوريها الالغاز اللي جات له، وبيبقى عايز يعرف منها تحليلها للشخصية اللي بعتت الحاجات دي، وبتقول له انه مجنون ومعجب بيك والاعجاب ده ممكن يوصله انه يقتلك. بعدين بيتعمل سيرك كبير في المدينة بيحضر فيه بروس ومعاه تشيس وكمان العمدة ورئيس الشرطة وكبار الشخصيات، وبتبدأ العروض الرهيبة لعائلة جريسون اللي بتعمل فقرات بهلوانية في الجو وبتبهر الكل بأدائها والحركات الخطيرة. وأول ما بيخلص عرضهم بيظهر هارفي وعصابته وبيسيطر على السيرك وكل الموجودين، وبيجيب قنبلة ضخمة وهتنفجر خلال دقيقتين وهتقف لو ظهر باتمان وسلم نفسه لهارفي، وبيبدأ الكل بالصراخ والرعب. في وسط كل ده بيحاول بروس يقول إنه باتمان بس محدش بيسمعه، فبيقرر يضرب عصابة هارفي، وفي نفس الوقت عائلة جريسون بيحاولوا ياخدوا القنبلة، وأثناء محاولتهم بيقتل هارفي 4 أشخاص منهم وما بيفضلش غير واحد، بيرمي القنبلة في النهر وبتعمل انفجار ضخم ولكنه بينقذ الكل، وبيرجع على مشهد موت أمه وأبوه وأخواته كلهم. وبيجي تاني يوم المفتش جوردن ومعاه ديك جريسون، وبيقول له إنه ما بقاش ليه حد والأفضل يتربى عندك. بس أول ما بيمشي المفتش ديك بيبقى عايز يمشي، وبروس بيبقى حاسس بالذنب وعايز يربيه عنده ويدخله الجامعة، فعشان يقدر يخليه يستنى بيوريه الجراج بتاعه والموتوسيكلات اللي عنده وبيقول له لو استنيت وصلحتهم خد أي موتوسيكل أنت عايزه. وبعدين أثناء ما باتمان بيعمل جولة في المدينة بيلاقي فجأة عصابة هارفي وراه، وبتفضل تضارده لحد ما بيلاقي قدامه هارفي وبيضربه بازوكا كانت هتموته، بس هرب منها في اخر لحظة. وبتكمل المطاردة بين باتمان وهارفي وعصابته وبيفضلوا يجروا وراه لحد ما بيبقاش قدامه غير انه يتسلق مبنى، وبيجهز العربية وبيتسلقها فعلا، وكل الناس بتتفرج عليه وهو بيهرب. في نفس الوقت ادوارد بيبقى قاعد في بيته وبيفكر في اسمه وشكل ليه، وفي وكر هارفي بيبقى قاعد مستمتع مع صحباته وكل واحدة بتحاول تدلعه وتخفف عليه هروب باتمان منه. وفجأة بيظهر وراه ادوارد بعد ما اختار شكل جديد وبيسمي نفسه ملك الالغاز، وبيقدر يقنع هارفي بخطته للقضاء على باتمان بعد ما يعرفه شخصيته الحقيقيه ويدمره نفسيا ويضغطوا على نقاط الضعف اللي عنده ويقتلوه بعدها، وبيوري له اختراعه وبيجربه على البنات اللي عنده وبيسحبوا ذكائهم مع بعض وبيتفقوا على خطتهم الجديده. وبتبدا خطتهم بسرقه محل مجوهرات كبير وبياخدوا كل اللي يقدروا عليه، وبيوصل لغز جديد لبروس وبيحاول يحله وبيفكر في ايه العامل المشترك بين كل الالغاز دي. وبعد سرقات كتيره بيبني ادوارد شركته وبيطرح جهازه في الاسواق
وبيبيعه للناس، وبيفضل يجمع ذكاء سكان المدينة لجهاز عملاق بيجمع من خلاله كل البيانات وأسرارهم وأحلامهم. في نفس الوقت بنروح لديك اللي بيخدع ألفريد وبيخش أوضة سرية وبيتزحلق فيها لحد ما بيوصل لمخبأ باتمان، وبيلاقي العربية واللبس وكل حاجة، وبيعرف إن بروس هو باتمان. وأثناء ما بروس قاعد مع تشيس وبيحكي لها عن كوابيسه وذكريات مقتل أهله، بيجيله رسالة من ألفريد وبيعرف إن ديك أخذ عربية باتمان وخرج يتفسح بيها. وديك كان فرحان جدا بالعربية وبيخش بالغلط منطقة خطرة وبيبقى قاعد يعكس البنات، وفجأة بيلاقي واحدة من عصابة بتحاول تخطفها، فبيجري على طول وراهم وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بينقذها. بس بعدها بيتجمع حواليه ناس أكتر عايزين يضربوه، وساعتها بيظهر باتمان والكل بيجري أول ما بيشوفوه. ولما بيروحوا البيت بيحاول ديك يخلي بروس يساعده في إنه يلاقي هارفي، بس بروس بيرفض. وأثناء احتفال إدوارد باختراعه الجديد بيجي بروس، والصحافة بتبقى واخدة صف إدوارد، وخصوصا إن شركته بقت أكبر من بروس واختراعه بقى في كل بيت، وبيتريقوا على بروس. وبيبقى الاختراع الجديد إنه بيخلي الشخص يحس إنه جوه أفكاره وأحلامه وكل حاجة بتتحقق. بيحاول بروس إنه يطفي جهاز ويخش جواه ويعرف سره، ولما بيطفيه وبيتسلل لجوه بترجع مساعدة هارفي تشغله من تاني، وبيشتغل الجهاز على بروس وبيخش جوه أفكاره وأحلامه وبيقراها كلها وبيعمل ملف بيها. بس فجأة بيظهر هارفي وعصابته وبيبوظوا خطة إدوارد، وبيفوق بروس من اللي كان فيه وبيهرب. إدوارد بيبقى ما كانش يعرف اللي هيحصل، ولما بيعترض هارفي بيقول له أنا ما كنتش قادر أصبر وعايز أقتل باتمان. وساعتها بيظهر باتمان وبيبدأ في ضرب عصابة هارفي، وكل الموجودين بيبقوا قاعدين يتفرجوا. وساعتها ديك بيجري وبياخد بدلة هو كمان عشان يساعد باتمان، ولما بيهرب هارفي وعصابته بيشوفهم باتمان وبينط وراهم وبيخش في حفرة. بس بيبقى كل ده جزء من خطة من هارفي عشان يقدر يحبس باتمان، وبيضرب عليه نار ضخمة، ولما بيفتكر انه قتله خلاص بيظهر له من تاني وهو سليم. وساعتها هارفي بيتعصب وبيستخدم القنابل وبيهد المعبد على فيه، وبيدفن باتمان تحت الأنقاض. ولما بيفقد الأمل وبيحس انها النهاية بيظهر ديك وبينقذه من الموت. بروس بيبقى متعصب جدا عشان خايف على ديك ليموت وبيرفض انه يكمل معاه، بس ديك بيبقى مصمم على انه يحارب جنبه ويقتل هارفي. وبروس بيبقى عارف ان تشيس بتحب باتمان وهو بيحبها وعايزها تحب شخصيته هو كبروس، فبيقترح عليه فريد يروح لها ويسيبها تقرر. فبيروح باتمان ليها، ولما بتبوسه بتعترف له انها كانت معجبه بيه، بس كان حب طفولي ودلوقتي هي مفيش في قلبها غير بروس. وفي اللحظه دي بيمثل باتمان انه مصدوم وبيسيبها وبيمشي. وفي وكر إدوارد بيشغل الملف بتاع بروس وبيعرف ان كل افكاره عن الخفافيش، وساعتها بيعرفوا انه باتمان. وفي مخبأ بروس بيقرر انه مش هيبقى باتمان بعد كده، وهيسيب الحرب دي وهيعيش مع تشيس. بروس بيبقى عازم تشيس عنده في القصر، ولما بتحاول تعترف له بحبها هو كمان بيعترف لها، ولكن بيظهر هارفي وإدوارد عند القصر وبيقتحموا الباب ومعاهم العصابه، وبيقدر إدوارد يفتح الباب السري لمخبأ باتمان، وبيجري بقى العصابه على بروس عشان يمسكوه، وبيحاول يهرب منهم بكل طريقه ممكنه وبيضربهم. وهنا بتظهر عربيه باتمان وبيبدا إدوارد يدمر المخبأ بالكامل وبيقضي على كل حاجه وبيفجر عربيه باتمان وما بيبقاش فيها حته سليمه. واثناء ما بروس بيكمل هروبه بيضربوا هارفي رصاصه وبيوقعوا على الارض، وقبل ما يقتله بيوقفوا إدوارد وبيسيب له اخر لغز. بعد ما إدوارد خطف تشيس وبيتكلم معاها بيلاقيها بتهدده باتمان وانه هيحررها، فبيتريق عليها وبيدمر اشاره باتمان وبيحط اشاره ملك الالغاز مكانها. بعد ما بروس بيفوق بيحاول يحل اخر لغز وبينجح انه يعرف اللغز الكبير وان ملك الالغاز هو نفسه إدوارد، وبيخش بروس على مكان تاني في بدلته الجديده وحاجات تانيه كان مخبيها وطياره ومركب. وهنا بيظهر ديك ومعاه بدله جديده وبيسمي نفسه روبن، وبيتحد هو باتمان وبيبقوا فريق واحد ضد الشر، وبياخد باتمان الطياره وروبن المركب وبيجروا على مكان إدوارد، وبيرجع باتمان اشارته من تاني. ولما بيقربوا من مكان إدوارد بيبقى عارف انهم جايين وبيفجر مجموعه قنابل تحت الميه بتدمر مركب روبن، وبدفعات جويه قويه بيقدر يدمر طياره باتمان اللي بيهرب على طول وبينزل للميه يساعد روبن قبل ما العصابه تقتله. واول ما بيطلعوا على مخبأ إدوارد بيلاقوها جزيره معدنيه، وبيتخضوا لما بتبدا ترتفع لفوق وبتفصلهم عن بعض، وبيلاقي روبن نفسه لوحده مع هارفي فوق الجزيره وبيضربوا في بعض لحد مكان هارفي هيقع ويموت. ولما باتمان بيحاول يطلع على سلم بيلاقي ان المكان هيتقفل عليه من فوق بسقف كله سيوف وهيموت، فبيحاول يهرب وبيتعلق في السقف. وعلى الناحيه الثانيه روبن لما بيحاول يبقى انسان كويس وينقذ هارفي يقبض عليه، بس بيلاقيه رفع عليه سلاحه وبيهدده. في الوقت ده باتمان بيدمر السقف ببدلته الجديده وبيطلع لمكان امن، بس بيتصدم لما بيلاقي قدامه إدوارد وهارفي وبيبقى ضدهم لوحده في اختيار جديد ليه، وبيبقى قدامه اختيارين يا اما ينقذ تشيس او روبن، وما يقدرش ينقذهم مع بعض. بس بيقدر باتمان يخدع إدوارد
ويدمر جهازه، وساعتها بيهرب هارفي والجهاز بيشتغل بالعكس وبيبدأ انه يسحب ذكاء ادوارد. واول ما بيقع روبن وتشيس بينط وراهم باتمان بسرعة وبيربط تشيس بخطاف في السقف وبينقذها، وبيكمل ورا روبن وبيقدر يلحقه في اخر لحظة قبل ما يموت. وهنا بيظهر لهم هارفي وبيبقى عايز يموتهم، بس باتمان بيقدر يخليه يقع ويموت. وحال ادوارد بيبقى صعب جدا وبيتجنن وبيفقد عقله وبيتحط في مصحة أركام النفسية وبيبقى فاكر ان هو باتمان. وهنا بتتأكد تشيس ان السر بتوس في امان ومحدش يعرف شخصيته السرية. ودي كانت نهاية فيلمنا النهاردة. شكرا للمتابعة، كان معاكم على المايك رميح. بتنسوش تشوفوا الافلام اللي فاتت وتستنوا الافلام اللي جاية، تعملوا سبسكرايب للقناة وسلام.